ناس كتير بتسأل ان هم مش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب. حابب بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي ليست في لكل صف بيكون لهم بلاي ليست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب. كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة، وبعد كده هتلاقي هنا في حاجة اسمها بلاي ليست او قوائم التشغيل. هتقعد بقى تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتابعه، وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازله بالترتيب. وما تنساش ان انت دعمنا بلايك، ولو انت لسه اول مره تتفرج علينا يا ريت تشترك في القناه. انا عندي هنا في الكوتشن ده بيقول لك هنا كيوبيك روت 2 اند كوارتر ديفايد 2 3 2/3، ما فيش مشكله خالص. دي كانها مساله الوحيده خالص، هنطلع الفاليو بتاعته بعد كده في الاخر. اقول هنا كيوب روت، هاخد لها الكيوب روت ازاي؟ فاكر انت هنا اولا ده ميكسد نمبر، مالكش دعوه بالكيوب روت ولا كانه موجود، ده ميكسد نمبر. هنعمل converted mixed number improper fractions ازاي؟ هنعمل fraction الدومينيتور طبعا ما بتغيرش، وبنعمل 4 multiply 2 plus ال 1 4 by 2 8 plus ال 1 هيكون equals 9. خلاص divide ال 2/3. كنت انا بقول لكم على طريقه في بريب 1، طريقه حلوه قوي اللي هي الايه، وبالذات في المالتبلاي في الديفايد. هنعمل كروس مالتيبليكيشن، هنعمل كروس مالتيبليكيشن 9 مالتيبلاي 3 27 2 مالتيبلاي 4 هيكون ايكوالز 8، واقول هنا تيكن كيوبيك روت. نحط بقى الكيوب روت، كيوب روت 27 3 كيوب روت ال 8 بيطلع لك بكام؟ ب 2 3 اوفر 2، او ممكن اقول 1.5. في المساله دي بتعلمك على مهاره، بتعودك على مهارات. يبقى انا هنا عملت كونفرت الميكس نمبر لمر فراكشن وخلاص. طيب ديت المساله دي ممكن اعمل، لا ماشي، اللي احنا نعمل ايه في النمبر 2 ديت؟ هقوله نيجاتيف ال 2، ال 2 دي بتكتب زي ما هي، خلي بالك هنعمل كده براكت 2. الباور دي 9 دي نعملها ديفايد دي 9 ديفايد 3 ايكوال 3، 9 ديفايد 3 ايكوال 3 ملتبلاي ال 3 دي برضو اهيت. الباور دي اللي هي 6 دي هنعملها ديفايد 3 هتكون ايكوال 2، بس 2 باور 3 ايكوال 8، 3 باور 2 ايكوال 9، وفي هنا نيجاتيف 8 ملتبلاي 972، والنيجاتيف بتتحط هيكون عندي هنا نيجاتيف 72، هيكون عندي هنا نيجاتيف 72. فدي كانت فكره المساله، لان انا اخذت ال 2 دي زي ما هي، ال 9 ديفايد 3 ايكوال 3 ملتبلاي ال 3 دي برضه اللي هو البيس، 6 ديفايد 3 بيكون ايكوال 2، ما تنساش ده بتتحط في براكت، وهنا نيجاتيف قدام. ممكن تعملها على الكالكيوتر يطلع لك في الاخر نيجاتيف 72. طيب هنا كيوب روت 729، انت ممكن تعمل دي على الكالكوليتر، يعني اللي هي المساله اللي تحت دي 729، لو عملت هنا شيفت كيوب روت، الكيوب روت بتتكتب ازاي على الكالكوليتر؟ بص معايا كده، انا ممكن اعمل بقى على الكالكوليتر عشان برضه لو انت مش عارف تكتب ازاي، اقول له الكيوب روت شيفت وعلامه السكوير روت دي، فجاب لك هنا الكيوب روت، بضغط هنا على شيفت بقول له 729 ايكوال قال هنا 9، يبقى دي كلها على بعضها ب 9، كل دي ب 9. بقت عندي هنا ده سكوير روت، خلي بالك ده سكوير روت مش كيوب روت، سكوير روت 9 هيكون ايكوال 3. هنا برضو كيوب روت 512 هيطلع لك ب 8 اهوت، لو عملت هنا شيفت كيوب روت برضو اهوت 512 هيطلع لك ب 8. يبقى بشيل كل ده واحطه مكان هنا ايه 8، يعني كيوب روت ال 8 هيكون ايكوال 2. تمام، كيوب روت 27 دي كلها على بعضها دي ب 3، بقى عندنا سكوير روت 27 ملتبلاي 3، افتح كده الكالكوليتر، ده سكوير روت، سكوير روت 27 ملتبلاي 3 ايكوالز 9، لان ديت هتطلع لك ب 81، روت ال 81 هتطلع لك في الاخر بكام؟ ب 9. طب ندخل بقى على جزء مهم من الدرس اللي هو بيتكلم عن الابلكيشن، سؤال الابلكيشن، وده سؤال مهم جدا يعني، وله درس كمان معين له، وده تطبيق على كيوب روت. بيقول لك هنا كيوب، طبعا انت عارف الكيوب فوليومز 27 سنتيمتر كيوب، فايند ذا اريا اوف وان فيس. ركز معايا بقى، انت عارف طبعا الكيوب، الكيوب اللي هو دوت طبعا انت عارف ان الكيوب بيكون عنده هنا 6 فيسز، اتش فيس
in the form of a square, يعني الفيس بتاعته بيكون على شكل سكوير. لو جه قال لك هنا in volume of the cube, الvolume of the cube بيكون equals l power 3. يعني l power 3 اللي احنا كنا بنقول عليها في بريب 1 وجريد 6 edge length multiply edge length multiply edge length, اللي هي اصلا ممكن تكتبها بطريقه تانية l multiply l multiply l. ايه هو ال 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 يعني ال edge length اللي هو فين بقى ال edge length اللي هو دوت ده ال edge length ده ده ال edge length. وخلي بالك لو جه قال لك مثلا ده الفيس بتاعته الفيس على شكل سكوير, لو جه قال لك انا عايز الاريا اوف ذا سكوير زي ما هو هنا اريا اوف وان فيس, او ممكن بدل الفيس يجي يقول لك اريا اوف وان بيس, ما هو نفس الحته برضو الفيس هي زي البيس, البيس اللي هو القاعده, ما هو البيس برضو على شكل سكوير, فيجي يقول لك انا عايز الاريا اوف وان فيس, يعني يعتبر الاريا اوف ذا سكوير او الاريا اوف وان بيس هي برضو الاريا اوف ذا برضو سكوير. المساله دي عايز افهم, يبقى الفوليوم احنا عرفنا ان الفوليوم بيكون ايكوالز ال باور 3. طب لو جاء لك الاريا زي ما انت شايف كده اريا اوف وان فيس, او ممكن يشيلها لك ويقول لك هنا ايه اوف وان بيس, لما يجيبها لك كده الاريا كنا احنا بناخدها بتاعت السكوير في بريب 1 او جريد 6 نقول ايه سايد لينث ملتبلاي اتسلف او سايد لينث ملتبلاي سايد لينث. خلي بالك ان بريب 2 هتاخد فيها القواعد او الرولز بتاعت ال بتاعت السوليدز وبتاعت الاشكال مثلا اللي هي 2D خلاص زي السكوير والسيركل صح, الرولز صح, يعني الرولز صح, ما فيش حاجه اسمها سايد لينس ما تطلعي سايد لينس, الكلام ده في الابتدائي. امال ايه اريا اوف وان فيس للسكوير هيكون ال باور 2, ال باور 2 ال اللي هو الايدج لينس. خلي بالك ان الاريا اوف الفيس او الاريا اوف ذا بيس او الاريا اوف ذا سكوير يعتبر ابلكيشن على السكوير روت, والفوليوم يعتبر ابلكيشن على الكيوب روت. خلاصه الكلام لو جه قال لك انا عايز الفوليوم اوف ذا كيوب تعرف على طول ان الفوليوم بيكون ايكوالز ال باور 3, والاريا اوف وان فيس اوف ذا كيوب بيكون ايكوالز ال ال الاريا بيكون ايكوالز ال باور 2. لسه في حاجه كمان, ايه كمان ممكن يجي يقول لك هنا اللاترال اريا, lateral area, lateral area بيكون equals لايه؟ lateral area اللي بالعربي اسمها المساحه الجانبيه, المساحه الجانبيه. طبعا هنتخيل ان الاوضه اللي انت قاعد فيها دلوقتي على شكل كيوب مكعب, حواليك كام حيطه؟ هتقول لي ادي حيطه وادي حيطه كده اتنين, واللي وراك دي برضو حيطه اوعى بس شويه كده, واللي برضو اللي هناك دي برضو حيطه, يبقى كده اربعه. هو ده اسمها lateral area اللي كان اختصارها LSA, كان الرول بتاعتها بيكون ايه؟ equals 4L power 2, 4L power 2. ال 4 جايه من منين؟ من ال 4 ايه؟ walls الاربع حوائط اللي حواليك, وال L power 2 اللي هو ال area of one face. طب لو جه قال لك total area, ال total area, ال total area بيكون equals 6L power 2, 6L power 2 يعني ال total. هتقول لي طب ست حوائط, ما فيش ست حوائط, لا ما انت عندك السقف والارض بيتحسبوا التوتال خلاص 6L باور 2. يبقى احنا دلوقتي اخدنا هنا ان الفوليوم, طبعا الحاجات دي هتلاقي عندك في كتاب المين بوك بس انا ما رضيتش اقولها لكم في الحصه الاولى عشان ما تلخبطش الدنيا. الفوليوم L باور 3 والاريا اوف وان فيس او البيس L باور 2, الحاجات دي لازم تتحفظ. اللاترال اريا 4L باور 2 اللي هي اختصار LSA, التوتال اريا 6L باور 2, توتال يعني ست حوائط. تمام ماشي خلاص حفظت دي. تعال بقى نحل المساله, ناخد المساله كده لو سمحت, تعالى بس كده. A cube of a volume 27, الفوليوم بكام؟ L power 3, اكتب هنا L power 3 equals 27. وجي قال لك هنا انا عايز الاريا اوف ون فيس اللي هي L power 2, على طول كده اعمل زي ما انا بعمل لك كده, هقول له هنا علشان اطلع الفاليو بتاعت ال L هقول له take and cube root هنا و cube root هنا, هنكنسل دي مع دي, فيبقى عندك هنا ان ال L بيكون ايكوالز ل 3, فبيكون عندك ان ال L اللي هو ال edge length هيكون ايكوالز ل 3. طب جاء لك انا عايز ال L power 2 اللي هي هتكون هنا ايه 3, 3 power 2, احنا طلعنا الفاليو بتاعت ال L ب 3, هيكون عندك 3 power 2 يعني 3 by 3 ايكوالز 9 سنتيمتر سكوير. شفت الموضوع سهل ازاي؟
لازم تحفظ قوانين. انت عندك كميه حفظ قوانين السنه دي لوز اللوز، ترم اول ترم تاني. هنا في السؤال اللي بعديه بيقول لك هنا find the total area of the cube whose volume is 216. ما تخافش ما تخافش يا باشا، الجيفن هنا عندك، ابدا من عند الايه المطلوب. انا جاي لك انا عايز التوتال اريا، لسه هعلمك الحاجات دي في درس نهايه اليونت بيتكلم عن الابلكيشن. التوتال اريا لسه مديلك من شويه، التوتال تي اس اي هيكون ايكوال 6L power 2. طيب وبعد كده جايب لك هنا في الجيفن هنا ايه، قال لي ان الفوليوم 216، الفوليوم اللي هو ال باور 3 ايكوالز 216. نبدا من هنا بالجيب، هقول له تيكن كيوب روت هنا كده وهنا كده برضو كده، كنسل دي مع دي، فالال بكام؟ كيوب روت 216 6. يجي يقول لك هنا بقى نعمل بقى سبستيوشن، هنا بقى هيكون 6 ملتبلاي اللي هو ال اللي هو 6 باور 2 عارف، هتطلع برضو 216، وعشان هنا التوتال اريا سنتيمتر سكوير، دي عليها درجه على فكره، سنتيمتر سكوير ديت اليونتس دي عليها درجه، اليونتس على درجه سنتيمتر سكوير. يبقى انا عملت ايه؟ ما فيش اي حاجه، لازم اكون فاهم. التوتال اريا تي اس اي 6 ال باور 2 جاي لك الفوليوم 216، اخذت الكيوب روت هنا وهنا، طلعت الفاليو بتاعت ال 6 وعملت هنا سبستيوشن. قشطه. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لك هنا if the half of the cube of a number equal 32 find this number. if the half of the cube of a number equal 32 find this number. عادي جدا، بص بالراحة خالص بالراحة. ايه قال لك هنا half of دي معناها multiply، ما بنكتبش multiply، cube number. ركز بقى في المعلومة دي، قلت لك حاجة ايام prep 1 ايام ما كنا بناخد equations، ده اسمه سؤال الابلكيشن. ولو حاجة انت مش عارفها، ما هو جايب لك هنا معلومة بيقول لك cube of the number. cube of number، طب النمبر ايه؟ انا ما اعرفش. فانا بقول له كده let this number، هنفرض ان النمبر ده في الاكس، هنفرض النمبر ده باكس، انا ما اعرفوش. y z a b اي حاجة. يبقى انا دلوقتي انا ما اعرفش النمبر ده ايه. قال لي هنا ليت، انا قلت له هنا انا هفرض النمبر ده بايه باكس، بقول لي ذا كيوب اوف ذا نمبر. كيوب اوف ذا نمبر يعني النمبر اللي انا فرضته هنا باكس الكيوب بتاعته يعني باور 3، يعني باور 3 ايكوالز ادي ايكوال 32. بقى عندك ايكويشن وانت اخذتها في المسائل اللي فاتت. ركز تاني كده تاني، انا بيقول لي هنا هاف انا هاف اوف يعني ملتبلاي، مش هنكتب ملتبلاي عشان ما تصعبش الدنيا يعني. كيوب اوف ذا نمبر، النمبر ده انا ما اعرفوش، فانا فرضته باكس، كيوب بتاعته الكيوب بتاعته هنا باور 3 ايكوالز 32. ايكويشنز، عشان نحل الايكويشنز هنا بقى نعمل ايه؟ هنا المساله دي بتتحل بطرق كتيره. اولا لازم تخلص من الفراكشنز. طيب هنعمل ايه؟ يعني ابسط حاجه عشان برضو في حاجات هتقابلنا كتيره جدا ورخمه. انا عايز اتخلص من الفراكشن ده. ممكن انت تعمل ديفايد عادي. ديفايد ده ديفايد الهاف وانا برضو ديفايد الهاف. كانه مثلا زي 3 وال 4 وده يكنسل مع ده. هيكون عندك هنا الاكس باور 3 ايكوال 32 ديفايد الهاف ايكوال 64. اعملها على الكالكيوتر يطلع لك 64. منها بقى اقدر اقول له تيكن كيوب روت هنا كده. كيوب روت هنا كده. كنسل دي مع دي، فالاكس يطلع لك بكام؟ كيوب روت 64 ايكوالز 4، يبقى النمبر اللي هو عايزه هو كان ال 4. طيب نكتب مساله من تاني، هاف الاكس باور 3 ايكوالز 32. تمام، عارف ان هنعمل ايه؟ الطريقه الثانيه ايه؟ ان انا هنعمل هنا ملتبلاي الانفرس او الريسبروكال بتاعت الفراكشن ده، بدل ما 1 اوفر 2 2 اوفر 1، وهنا برضو 2 اوفر 1. هنشيل دي مع دي ودي مع دي. يبقى الاكس باور 3 ايكوالز دي ملتبلاي دي 64. يا مستر لا، الطريقه الثانيه دي اسهل. ديت هتحتاجها لسه، هتشوف دلوقتي. بيقول لك find the inner edge length of cube vessel with capacity 1 liter. انا عايز ال inner edge
of the cube vessel with capacity. على فكرة capacity دي يعني ساعة, وده يعتبر زيه بالظبط زي الفوليوم, بس اليونتس بتاعته مختلفة. كنا احنا بنحولها في الاخر بالليتر او مليليتر. معنى السؤال هنا بيقول لك ان الفوليوم للكيوب ده يعني خزان على شكل فيسل, على خزان على شكل كيوب, خزان على شكل مكعب, الكباسيتي بتاعته, الكباسيتي يعني حجمه, مساحته, سعته, بياخد قد ايه؟ 1 لتر بس. انا قلت لك هو نفس التطبيق بتاع الفوليوم بالظبط. طب احنا عارفين ان ال1 لتر, ال1 لتر equals 1000 مللتر, او ممكن تتقال 1000 سنتيمتر كيوب. فعشان كده, عشان كده هو يعتبر اصلا, انا علشان اطلع الانر ايج, ما انا قلت لك هو نفس تطبيق الفوليوم, يعني ممكن اقول له هنا ال باور 3 كده, ال باور 3 ايكوالز ال 1000, ال باور 3 ايكوالز ال 1000. هتقول لي يعني الكباسيتي زي الفوليوم بالظبط, بس بتجيب اليونت اللي جايبها لك دي وبتحولها بالايه؟ بال 1000, تقوم عاملها ملتبلاي ال 1000. يعني قال لي 1 لتر يبقى ال 1 ملتبلاي ال 1000 ب 1000. لو كان قال لي هنا مثلا 3 لتر يبقى 3 ملتبلاي 1000 3000, 4 لتر 4 ملتبلاي 1000 4000. بعد كده بقول هنا تيكن كيوب روت هنا كده, وهنا برضو كده, كنسل دي مع دي, فال ال هتكون ايكوالز كيوب روت ال 1000 هتكون ايكوالز 10 سنتيمتر, لانه هو عايز الانر ايج يعني الطول الحرف الداخلي. فدي كانت فكرة الايه المسألة. يبقى احنا عرفنا ان الكاباسيتي زيه زي الفوليوم, الفوليوم لو كان ال باور 3, بس اليونتس اللي بيجيبها لي لازم نعملها ملتبلاي ال 1000. ايه ده الفكرة بس. طبعا كل ده له درس معين. Find the diameter length of sphere. Sphere, sphere يعني sphere, مجسم كرة. الكرة الكرة اسمها بول, ده عشان هنا في اللعبة اسمها بول, ده في عشان اسمها في اللعبة اسمها بول, بس في الاساس اصلا كان مجسم كسوليد اسمها سفير الكرة. وطبعا احنا عارفين ان السفير او الكرة بيكون الفورمة بتاعتها على شكل سيركل في الاساس اصلا, لو بنتكلم في شكل مثلا 2 دي. فبيقول لنا ان الدايميتر لينس, الدايميتر بتاعت السيركل, الدايميتر اللي هو دوت كل ده على بعضه, عايز اللينس بتاعته. بيقول لي هنا find the diameter length of the sphere with the volume, الفوليوم بتاعت السفير equals the numbers دي cube unit. وده برضو له درس برضو مخصوص اخر لسن في اليونت ده, هتلاقي برضو بيتكلم عن السفير. في البداية كده حضرتك لازم تعرف ان الفوليوم بتاع السفير, هو جاب لك هنا الفوليوم لسه هتاخدها, الفوليوم الرول بتاعته بيكون equals 4 over 3 by r cube, 4 over 3 by r cube, 4 over 3 by r, ده الفوليوم of the sphere. قال ان الفوليوم is يعني equal اللي هو الفاليو اللي هو جابها لك ديت, هنكتبها زي ما هي وجنب هنا الباي, يبقى نعيد تاني يا شباب. انت عندك هنا الفوليوم, مستر انا تهت يا حبيب قلبي ولا تهت على حاجه. هو انا قلت لك كل اللي قلت لك ان الفوليوم بتاع السفير, الفاليو الرول بتاعته 4 اوفر 3 باي ار كيو, ما معروف خلاص هي اهي ماشي. جايب لك هنا الفوليوم از يعني ايكوال, وجايب لي الفاليو دي بس. طلع بقى الايه, احنا هنطلع اللينس بتاعت الريديوس, الريديوس اللي هي ديت, لان لو عرفت تطلع اللينس بتاعت الريديوس هعرف اطلع اللينس اوف ذا دايميتر. ما انت عارف طبعا ان الدايمتر بيكون ايكوالز دبل الريديوس, يعني الريديوس ده 3 سنتيمتر, يبقى الدايمتر ده الدبل بتاعته هيكون ب 6. اول حاجه بنعملها هنا هنكنسل الباي دي مع الباي دي, ليه؟ شبه بعض, شبه بعض. طب بعد كده الفراكشن ده يفضل انك تعمل الحركه دي, هتودي الاذر سايدز هناك بالريسيبروكال بالمقلوب, بدل ما 4 اوفر 3 هتوديها هناك 3 اوفر 4, هيكون عندك r باور 3 ايكوالز, هنكتب النمبر ده زي ما هو, ملتبلاي بدل ما 4 اوفر 3 هتروح هناك بقى بالايه, بالريسيبروكال. نمسك الكالكوليتر بتاعتنا, اقول لك تعالى هنا بقى نكتب الايه,
البتاع دي كلها اهوت عامل هنا باور 1372 اوفر 81 واقول له هنا ملتبلاي 3 اوفر 4 ايكوالز جاب لي النمبر الكبير ده يبقى الار كيوب ايكوالز 343 اوفر 827. طب الار باور 3 هقول له هنا تيك كيوبك روت هنا وهنا هنكنسل دي مع دي هيبقى الار ايكوالز ديت هتطلع لك ب 7 وده هتطلع لك ب 3 يبقى 7 اوفر 3 ده الراديوس. انا طلعت اللينس بتاعت الار اللي هي الراديوس احنا عايزين الدايمتر ما انا قلت لك الدبل يبقى اللينس اوف ذا دايمتر هيكون ايكوالز ناخد الراديوس دي ونعمل هنا ملتبلاي 2 هيطلع لك 14 اوفر 3 هيطلع لك هنا 14 اوفر الاي اس 3 بس. يبقى تاني نعيد المساله كده على السريع انا قلت لك هنا هنجيب الفوليوم بتاع السفير 4 اوفر 3 باي ار كيو هقول له ايكوالز 1372 اوفر 81 وما تنساش ان جنب هنا الاي الباي هنكنسل باي مع الباي ونودي ال 4 اوفر 3 الناحيه الثانيه بالاي بالريسبروكال هيكون عندك ار باور 3 1372 اوفر 81 ملتبلاي 3 اوفر 4 يعني الار باور 3 ايكوالز هتعمل دي على الكالكوليتر يطلع لك بكده ونعمل ما تيكن كيوب روت هنا كده كيوب وكيوب روت هنا برضو ايه كده هنكنسل دي مع دي فيطلع لك هنا ان الار ايكوالز 7 اوفر 3 عشان اجيب الدايمتر اقول 7 اوفر 3 ملتبلاي 2 هيطلع لك هنا 14 اوفر 3 سنتيمتر او لينس يونتس. واحده برضو زيها هنا هيت هنا بيقول لك find the length of the diameter of the sphere whose volume برضو نفس الفكرة مع العلم ان الباي 3.14 الفوليوم بيكون equals لـ 4 over 3 by r كيوب ماشي الفوليوم is يعني equal ونكتب النمبر دوت. انا لازم نجيب اللينس بتاعت الريدس زي المسألة اللي فاتت خلاص هتعمل ايه بص الـ 4 over 3 دي هنوديه هناك بـ 3 over 4 الباي دي over 1 هنوديه هناك 1 اوفر باي فهمت الفكره يبقى الار باور 3 ايكوالز 113.04 ملتبلاي 4 اوفر 3 هتروح هناك ب 3 اوفر 4 والباي اوفر 1 هتكون 1 اوفر الباي الباي اللي هو جايبها لك هنا ب 3.14 ما تشيلش هم كده كده الكالكوليتر هي اللي هتعملها لك 113.04 ملتبلاي 3 اوفر 4 واقول له هنا الناحيه الثانيه كده ملتبلاي 1 over 3.14 27 يبقى نقوله كده r power 3 equals 27 بعد كده اقوله taken cube root هنا كده وهنا برضو كده cancel دي مع دي فال r equals 3 ال r هنا هتكون equal ليها radius ب 3 يبقى نقوله بين الدايمتر الدايمتر هيكون ايكوالز 3 ملتبلاي 2 اشمعنى؟ لان احنا عارفين الدايمتر بيكون ايكوالز دبل مين؟ الريدس هيكون ايكوال 6 سنتيمتر وبس كده.